لزميلنا محمد رياض الموجود في شرم الشيخ، وهيقول لنا تفاصيل اكتر عن اللي بيحصل هناك، سواء الجلسة الإجرائية او الاستعدادات واللمسات الأخيرة قبل انطلاق القمة رسميا غدا. محمد مساء الخير. مساء الخير عليك شيرين، كل التحية ليكي. يعني التظاهرات، تقول لنا أجواء التظاهرات كانت إيه وسيرها، يعني استمرت قد إيه؟ إدينا تفاصيل، يعني التظاهرات الخاصة بالمناخ واللي رفعت النهاردة تحديداً يعني حقوق الحيوان والكلام عن تحول لان الواحد يكون نباتي في حياته. قول لنا ايه ابرز المطالبات وكانت ماشيه ازاي؟ نعم شيرين، مع بداية اليوم كان هناك بالفعل عدد من النشطاء البيئة الذين حملوا العديد من اللافتات الخاصة بالتظاهرات لمنع صيد الحيوانات أو قتل الحيوانات أو أكل اللحوم، وبالتالي طالبوا بأن يكون هناك نظام غذائي نباتي حتى يتم الحفاظ على الطبيعة ومنع أيضا وجود ملوثات أو بما يضر بالنشاط العادي للكوكب. أيضا هناك كان عدد في بداية الأمر كان عشرات النشطاء، ثم بدأ في التزايد أمام القاعة الرئيسية للتسجيل والتي بتديرها الأمم المتحدة وفق القانون الدولي. كان هناك زيادة في أعداد الناشطين الذين حملوا اللافتات كما ذكرت شيرين، بيطالبوا بمنع قتل الحيوانات أو حتى أكل اللحوم نفسها، ولذلك كان هؤلاء النشطاء يرفعون هذه اللافتات لينادوا بالسلام وينادوا بالحفاظ على الطبيعة والحفاظ على الكوكب. هذه الفعاليات يمكن استمرت فترة أكثر من ساعتين، وتزايدت هذه التظاهرات حتى كان هناك تظاهرة عن طريق العجل من خلال رفع اللافتات بالعجل والمشي تقريبا لأكثر من 2 كيلو داخل مدينة شرم الشيخ ورفع هذه اللافتات. الحقيقة شيرين ده كان بيتزامن مع عدد من الفعاليات داخل القاعات، خاصة في المنطقة الضرقاء التي أقف بها الآن، حيث يوجد نحو 156 جناحا مختلفا لعرض مختلف الدول التجارب الخاصة بها والمحادثات والمفاوضات التي تتم داخل هذه القاعات. انتهت منذ قليل الجلسة الرئيسية والجلسة الإجرائية التي يتم فيها تسليم وتسلم مصر لرئاسة هذه القمة COP27. عدد كبير جدا من الدول المشاركة الآن داخل هذه الأجنحة بتتحدث عن الإجراءات والحلول وأيضا المشكلات التي طرأت على كل هذه الدول وطرق التكيف مع سبل العيش وأيضا سبل إيجاد الحلول التي تأتي وتطرأ على الدول. على العلم شيرين أن هناك عدد كبير من الدول الأفريقية بتدفع فاتورة التغيرات المناخية، وحيث أن قارة أفريقيا تنتج ما بين 2 لـ3% فقط من الانبعاثات الضارة، في حين أن الدول الأوروبية ودولة مثل أمريكا بتنتج ما بين 12 لـ15% من هذه الانبعاثات. ده عدد كبير جدا من الدول الأفريقية، وعلى رأسها مصر بتطالب من خلال هذه الجلسات بزيادة أو التعهدات التي تم التوصل إليها في القمة الماضية في جلاسكو وقبلها قمة باريس وقبلها قمة كوبنهاجن بتخصيص مخصصات 100 مليار دولار، وذلك من أجل تكيف الدول الإفريقية مع التغيرات المناخية، على الرغم أن الأمم المتحدة قالت أن هذا المبلغ هو أقل من القليل، حيث أن الدول الإفريقية تحتاج ما بين 300 مليار دولار من أجل التكيف مع هذه الآثار الضارة للتغيرات المناخية. عدد كبير من النشطاء والخبراء كانوا داخل القاعات بيتحدثوا عن الآليات والحلول لهذه المشكلة الأبرز عالميا. عندما أخذنا شيرين رأي عدد من هؤلاء الخبراء والمشاركين والعارضين تحدثوا عن أهمية هذه القمة التي تأتي في وقت مهم للغاية، في وقت يعاني منه اقتصادات العالم، وفي وقت عدد كبير جدا من الدول الأوروبية والإفريقية شهدت
يعني مشكلات كبيرة من أعاصير وحرائق وتصحر في عدد كبير من البلدان نتيجة التغيرات المناخية، حتى أن البعض يعني قال لنا أن الفصول الأربعة لم يعد يعرفوا مواعيدها نظرا نتيجة التغيرات المناخية. عدد كبير كما ذكرت لك شيرين أخذنا أراءهم، وجدوا أن هذه القمة غاية في الأهمية وأن على مصر دور كبير للغاية في جلوس هؤلاء القادة من أجل وضع عملية وضع الحلول إلى موضوع التنفيذ على الأرض الواقع من أجل وقف هذه الانتهاكات ووقف الانبعاثات الكربونية الخطيرة التي تضر به الكوكب. أيضا عبروا لنا عن امتنانهم من أن مصر تقوم بقيادة العالم، فرحين جدا بما رأوه في مدينة شرم الشيخ التي تحولت بالفعل لمدينة خضراء بالكامل من كل المجالات، سواء كانت من ناحية التشجير، من ناحية الفنادق التي تنتج الطاقة الشمسية، من ناحية عدد كبير جدا من المساحات الخضراء التي انتشرت في ربوع مدينة شرم الشيخ. كان هناك امتنان كبير جدا من التنظيم ومن أيضا الموضوعات الخاصة داخل مختلف الأجنحة، حيث أن عدد كبير من الموضوعات أو القضايا المهمة التي سوف تتناولها القمة تخص موضوعات وقضايا خاصة بإزالة الكربون والعمل على وقف هذه الانبعاثات. تفضلي شيرين. شكرا جزيلا محمد، يعني أجملت لينا كل اللي بيحصل داخل القاعات وخارجها. كل التوفيق ليك وللزملاء في تغطياتهم ونقل الأحداث لينا. زميلنا محمد رياض مراسل دي ام سي الموجود في شرم الشيخ، شكرا جزيلا.